اوكي يا ريس، حلو 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 زي الفل. باي باي. طبعا عايزين تعرفوا انا عايز اكلمكم في ايه النهارده. هقول لكم بعد التتر. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم فرصه سعيده. انا قابلتكم دلوقتي قبل التتر وقلت لكم انا عايزكم في موضوع مهم جدا. الموضوع ده شاغلني من زمان. التتر خلص الحمد لله على خير وقابلتكم دلوقتي، والموضوع خاص بالفيديو كليب، لان الموضوع ده شاغلني بشكل غير طبيعي ومضايقني، ومش مضايقني لوحدي، مضايق ناس كتير. انا الحقيقه اللي عايز اقوله بس يا رب يفضل حاجه من هدوم المطربات اللي بيغنوا في الفيديو كليب. ارحمونا شويه يا جماعه، مش كده قوي يعني، مش للدرجه دي يعني. في شباب وفي مراهقين وفي ناس، مش كده يعني. ما علينا. نجمنا النهارده اللي انا هقدمه نجم انا بحبه جدا جدا، نجم دمه خفيف قوي، جاي من اسكندريه، اتصنف كوميديان، انا شايفه ممثل شامل، يعني يقدر يعيطني ويقدر يضحكني، وله تجارب في المسرح والسينما والتلفزيون، ودلوقتي بيحضر اول فيلم بطولته، ولسه هنتكلم عنه طبعا كمان شويه. احمد رزق. ابو حميد، ازيك يا شرف؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ يعني المقدمه اللي انا قلتها معرفش رايك فيها ايه، يعني هم قالوا انك كوميديان وانت فعلا دمك خفيف، ربنا يخليك، وقعدتنا بتبقى كتير مع بعضينا طبعا. انما انا وجهه نظري انك انت فعلا ممثل شامل في الدراما يعني، وممكن يكون في الغناء وممكن يكون في الرقص وكل حاجه. انا لا، رقص صعب، مستبعدش. لا مش صعب خالص، بالعكس والله ابدا. انا بحب رايك انت تحديدا جدا، لان انا عارف ان انت صادق، ولما يعني ما ببقى وحش بتقول لي لا في الحته دي كان المفروض، اللي هي الحاجات اللي بينا يعني. فانا هدفي رايك يعني، انا نفسي ما انا تحصرش. رايي اللي انا عايز اقوله لك انه بجد يعني، مثلا في فيلم مافيا لما شفتك انا انبسطت جدا جدا، وشفت ممثل في الجد جد، وفي الافيهات افيهات، ودمك كان خفيف جدا جدا الحقيقه في الفيلم. انا عارف ان انت طبعا ليك تجارب هنتكلم عنها ان شاء الله، بس هنبتدي من الاخر. ماشي. حماده يلعب ده الفيلم الجديد بتاع احمد رزق، اسمه حماده يلعب. ايه حكايه حماده يلعب بقى؟ والله يعني انا شخصيا متحمس للفيلم ده، مش هقعد اقول انت عارف ان احنا اصحاب مش هندوش الناس، لكن لا احنا عايزين ندوشهم وكل حاجه، بس انا عايز بقى. اولا تقول لي مين اللي اختار الاسم؟ المؤلف مجدي الكوتش. مجدي الكوتش. نوعيه الفيلم ايه؟ هو فيلم لايت كوميدي، بس بنطرح فيه اكتر من قضيه شغله الناس وشغلانا احنا، وعايزين نقولها للناس يعني. كنا لسه بنتكلم انا
المخرج استاذ سعيد حامد هو مخرج الفيلم في ان احنا فعلا في رساله مهمه لازم نوصلها من خلال الفيلم ده. ان الشباب بقى كسلان قوي, وبعدين بيعتمدوا على اتصل الان. حياتنا كلها بقت اتصل الان دلوقتي. يعني اذا كنت عايز تخش الحمام اتصل الان, فمش عارف. فموضوع بقى غريب قوي. يعني انا اي حاجه بفتحها بلاقي ان لازم اتصل. يعني انا هعيش النهارده عشان اتصل. فحماده بطل الفيلم مجنون بالمسابقات دي, ومشترك في مسابقه اللي هي مسابقه المليون, ادفع 100 جنيه واكسب 1,000,000 جنيه. فطبعا في كذا واحد بيدفع 100 جنيه والناس بتكسب كتير جدا, بس كل واحد حلمه في المليون اللي هيكسبها. يعني دي بتعتبر اقصر سكه لان الواحد يريح نفسه بالزبط ويكسب ويوضح ممكن حياته. الواحد يبقى عنده موهبه دفنها وشغال في حته تانية, يعني مركز في المسابقه دي وملوش شغلانه تانية, وهو عنده حاجه كويسه ممكن ينجح فيها وممكن يبقى نسيها. كويس فيها, انما سايب ده كله لتصل الان. لتصل الان فمن شروط المسابقه انه يبقى خاطب وخطيبته بتشاركوا في المليون, هو نص مليون. مش عايزك تحرق الفيلم. ما انا يعني باختصار كده, وبنعمل قصه حب في الفيلم بين ولد. يعني الفيلم ده هيبقى فيه كوميدي ان شاء الله, وهيبقى فيه رومانسي ان شاء الله, وازمات. ايوه, وبنحس الناس على ان هم ما يتوكلوش بقى على او ما يتكلوش على اتصل الان دي بالظبط. يعني ده. طيب مين في الفيلم معاك؟ والله او مين مرشح؟ في غد عادل, في الفنانه لبلبه, في الاستاذ حسن حسني. حلو قوي. في ممثله اسكندرانيه اسمها هبه عبد الغني, في سهام جلال, في كويس جدا. في مجموعه كبيره جدا, بس لسه الاختيار النهائي يعني ما استقرناش عليه. يعني دي في ترشيحات بس ما حدش يعني الامضاءات النهائيه. غاده عادل ان شاء الله. ان شاء الله مفترض مدام لبلبه قريبا هترد إن شاء علينا الله. بس هي مبدئيا مبسوطه يعني. وربنا يسهل. احمد قول لي مين اللي كلم لكم مدام لبلبه سمحت؟ استاذ شريف منير, كلمته في التليفون قلت له انا عايز نمره مدام لبلبه فورا, وهو خدوم بشكل غير طبيعي يعني. طيب كويس جدا. الفيلم ده انت حاطط عليه امال جامده؟ اكيد. يعني اولا انا نفسي بجد اعمل فيلم الناس تحب تتفرج عليه. يعني كلنا بالظبط, يعني كلنا عايزين نعمل حاجه الناس تحب تتفرج عليها بالظبط. بس انا عايز اقول لك الفيلم ده يعني التحضير اللي فيه برضو بطريقه الورشه, يعني اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده في حلقه, انه الورشه دي بتبقى بينك وبين المخرج والمؤلف. اتكتب كتابه نهائيه؟ لا, يعني احنا مطلعين يجي 5-6 نسخ لغايه دلوقتي. كل فتره بتطلع نسخه بنقعد عليها بنحاول نغير ونعدل. يعني بقى لنا فتره طويله حوالي 2.5 شهر قاعدين على الورق, بس اخر نسخه ان شاء الله هتطلع الاسبوع الجاي. يا رب تكون اخر نسخه, لان ممكن نتجنن ونغيرها تاني. بس هدفنا ان احنا نعمل حاجه كويسه. التغيير اللي بيحصل يا احمد بين كل نسخه والثانيه جذري ولا تاتشات؟ لا, تاتشات. تاتشات بسيطه, فكره جديده بتطلع, موقف كوميدي لذيذ من الشخصيه اللي عندنا, فبنقعد نشتغل عليها كتير. حماده. معمول حسابه انه ينزل صيف ولا لا؟ لا, امال ايه؟ لا, اتكلمنا في الحكايه دي انه طب احتمال يبقى صيف, فاحنا قلنا يعني احنا براحتنا عشان ما نستعجلش, لان انت عارف كويس اربعه بتعمل ايه. طبعا. فمش عايزين نستعجل, عايزين ناخد وقتنا في التحضير, ناخد وقتنا في الورق, ناخد وقتنا في الكاستنج, ناخد براحتنا يعني. ومش شرط صيف. يعني انا رايي الشخصي الفيلم الكويس بيعمل موسم. يعني يعني لو جينا في شهرين مثلا مش متعودين ننزل فيهم افلام ونزلنا فيهم فيلم كويس, هيبقى موسم. الصيف ما كانش موسم قبل كده بالظبط. والصيف يعني بقى الموسم بتاعه قصير جدا. بقى قد ايه؟ شهرين ونص؟ 3 ايام وربع بقى. يعني بجد هيبقى 2.5 شهر مثلا. 3 اشهر الصيف على كام فيلم؟ على كتير, وكل اسبوع ينزل فيلم, الفيلم اللي قبليه يتاثر, فنبقاش عارفين الناس حبت ايه وما حبتش ايه, وتبقى اللغه لغه ارقام, وفي ناس بتتظلم وفي ناس بتتنصف وفي ناس. فالموضوع لازم يتفتح شويه, يعني لازم يبقى في سينما موجودة, ولازم يبقى في موسم غير موسم الصيف. يعني طبعًا ممكن يبقى صيف وشتاء
وموسم الشتاء ده الناس تنزل له برضه وكل حاجه. انا بقول لك يعني الفيلم الجيد بقى هو اللي هيعمل موسم. يعني انزل في وقت ما بينزلش فيه افلام فهيبتدي الجمهور يجي ويتفرج ويشوف فهيشتغل كويس. فيجي منتج بعد كده يقول والله طب ما ننزل في الوقت ده ما الفيلم الفلاني يشتغل كويس. فحكايه ممكن تحمس المنتجين لفتره، بس احنا صيف ما اعتقدش ان احنا ممكن نلحق صيف، ما تلحقوش لا، عشان نبقى عمليين اكتر يعني. فممكن يبقى على العيد الصغير مثلا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب علشان القعده ما تبقاش لوحدنا كده طول الوقت، انا هستاذنك وهقدم زميله لينا، زميله لسه يعني نقول بتحبه في طريق الفن. معانا فنانه دمها خفيف قوي، انا بشوفها في المجتمعات لما بنقعد دمها خفيف كلها طاقه. كنت في الاول لما بشوفها بحس ان هي يعني ايه يعني خجوله شويه وكده، وبعدين قابلتها لما جت لمصر عند احمد السقا وقالت لي انت فاكرني بتكسف وكده، لا انا بتكسفش ده من بحري وبنحبه على الاما بنستنوا. المهم البنوته دي اموره بيضه مجنونه بشعر اصفر، جت من اسكندريه بلديات احمد رزق في رحله حب مي عز الدين. اهلا يا مي. اهلا بيك. ازيك يا شيخ؟ اهلا. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. مي عز الدين. اهلا وسهلا. احمد رزق. اهلا وسهلا. تعرفوا بعض؟ فرصه سعيده. فرصه سعيده فعلا. اهلا وسهلا. اول مره. كان نفسي اقابلها قبل بعض. لا احمد انت عارفه طبعا بيشتغل مدرس جغرافيا. مش اول مره تعرفيه؟ هو باين باين عليه بس تاريخ. تاريخ ولا جغرافيا؟ جغرافيا. انت اللي باليه ده. لا هو مدرس تاريخ فعلا بس تاريخ في الفن. مي ازيك؟ الحمد لله يا شيخ. شعرك فين؟ كان اطول من كده. قصيته يا شيفو. بلاش السيره دي عشان ماما ما بتصدق. ما بتصدق انه يحصل تعكن عليكي؟ اه والله؟ فين شعرك يا مي؟ ليه يا بنتي عملتي في نفسك كده؟ بيهزر يا ماما. والله يا بنتي هو البنت ده الشعر ستره للبنت. بس ده طبعا نيو لوك حلو ليكي يا مي وان شاء الله تغيير ومش كده يا شيخ. بس هي معترضه على ان انت قصيتي شعرك. معترضه. وانا معترض. وانت معترض. ليه؟ غلاسة وخلاص معترض. طب مي لما جيتي تقصي شعرك، لان انا عارف شعرك كان طويل بسم الله ما شاء الله يعني، والمقص بيتحط في شعرك كده، انا مش بقول لك عمليه جراحيه ده مقص في شعر، حسيتي بايه في اللحظه دي؟ اللي هو لا 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 طب قص طب لا لا طب ولا ايه؟ لا هو انا ساعتها ما بعملش كده، بس اول ما بلاقي الشعر قدامي على الارض تقريبا بوظت برستيجي كفنانه في المحل تقريبا كده، لاني عيطت وعملت مصايب يعني، وقلت له ليه ده انا قايله لك طرفه بطرفه بس طرفه بس يا محمد طرفه. وخناقه كده وبرطمه وحاجات ما كانش المفروض تطلع خالص من مي عز الدين بقى. على اساس انت رقيقه. طبعا. امال ايه؟ طبعا. واكتر من كده كمان. طبعا قوي قوي. طبعا. بتعملي ايه اليومين دول؟ اليومين دول ما فيش، مستنيه عرض فيلمي فرح. لانه تاجل، كان المفروض يتعرض من العيد وتاجل. ليه تاجل؟ حاجات كتير يعني، او تاجل من العيد لان كان لسه ما خلصش كمونتاج ومكساج وحاجات كده. بعد كده تعطل شويه علشان كان في بعض الملحوظات من الرقابه على كلام بتقوله البنوته الصغيره في الفيلم. وبعدين اتحلت. كلام كبير بتقوله على بنت صغيره؟ كباري. هو الفيلم فيلم اطفال، مش فيلم اطفال 100%. ما هي دي كانت الفكره يعني، ان المخرج برضو كان بيحاول يوضح ان الفيلم ما هواش فيلم الاطفال 100%. فيلم فيه ثلاث خطوط يا شريف، خط رومانسي وخط اجتماعي وخط ليه علاقه بالاطفال، وده لسبب وجود الطفله. احنا معناش احنا في يعني في فريق في الفيلم، بس البنت هي اللي دورها الأساسي. كبير. يعني ما دور يعني من ابطال الفيلم يعني، بطله زيها. هو انت ومين في الفيلم؟ انا والبنت اسمها نور احسان التركي، والوجه الجديد احمد هارون. احمد هارون اشتغل معانا في سهر الليالي. مش كده؟ مبسوطه من التركيبه؟ كنت مبسوطه قوي يعني، كان في حاجات عجباني كتير. كنت مبسوطه؟
في يعني في جزء واحد بس في ال... يعني بقيت ببص الامور بشكل مختلف. يعني كنت مبسوطه يعني دلوقتي مش مبسوطه؟ لا بس في حاجه ضايقتني يعني. إيه؟ افيش الفيلم. افيش الفيلم. انا شفت افيش في شارع الهرم للفيلم، ما عرفتش مين اللي على الافيش. انا يعني ما عرفتش. ما علينا، حصل خير، مفيش حد عارف اساسا. طب يعني ايه اللي ما عجبكيش في الافيش؟ انا ما عرفتش مين بجد، بس عايز اعرف ايه اللي ضايقك في الافيش. فكره هي عامله مشاكل وجرايد وبتفتح عليهم مطاوي في الشارع وشغلها. ما هي مش مشكله انا بتفتحي مطاوي. ايه اللي حصل بقى؟ شوف يا سيدي، الحاجات المشاكل اللي في الافيش مش هتقدري تعملي له حاجه. انا ما يعني اللي في الافيش ما هي منظر بس. هتعملي ايه يعني؟ فرصه سعيده جدا. انا اسعد، ميرسي. ايه المشاكل اللي في الافيش ما عجبتكيش؟ اول حاجه في مشكله تخصني انا بالذات، ان هو ركب وشي على جسم واحده تانية، ده مش جسمي، دي نمره واحد. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هو واخد وشي من صوره من البومات الفيلم ومركبها على جسم مش جسمي، يعني ما اعرفش جابه منين الجسم ده بصراحه. يعني عمل كده بناء على ايه يعني؟ يعني ما اعرفش. يعني مش انت اتصورتي للافيش؟ لا انا سجيت سالته بعد ما خلصنا تصوير. هو انتاج مين؟ انتاج منتج اسمه استاذ محمد نصر الدين. هل هو ليه تاريخ في الانتاج السينمائي ولا اول مره انت انتج المشخصاتي؟ هو انتج المشخصاتي بس. فبس انا جيت بعد ما خلصنا الفيلم، انا سالت ده شيء طبيعي، ها يا جماعه هنصور افيش للفيلم ولا هتاخد صوره من صور من البومات الفيلم؟ فهو قال لي لا هاخد من البومات الفيلم. كويس. بس تخيلت كاي علاقه محترمه بين المنتج وبين ابطال فيلمه، انه هو هيركب افيش زي ما هو عايز من حاجات من الالبومات ويجي يفرجك البروفا بس على الاقل. انا هيبقى شكله كده يا جماعه. هو انا هقول لك على حاجه يعني بس يعني ملحوظه صغيره. هو حته ان هو ياخد راي الفنانين في بروفه الافيش مش اساس. مش اساس. لا مش اساس. بناء على ايه مش اساس؟ على انك انت معتمده على ثقه المنتج وان هو فعلا هيبقى بيعمل حاجه لذيذه مشرفه للفيلم. لان كل ما بيبروز ابطال ده الفيلم ده في صالحه، لان ده فيلم ده في صالحه طبعا. تمام. فهو ما وركيش بروفه ولا حاجه. تمام. انما مش دي القضيه يعني، انما تمام. بتسالي ها عملتوا ايه يا جماعه، اخباركم ايه، حصل ايه بقى؟ ما عرفتش ان هو دلوقتي بيشغل في موضوع الافيش، لان اللي حصل ان هو قال لي خلاص انا هاخد من صور الالبوم. وانا دخلت ابتدينا نعمل حاجات دوبلاج صغيره وابتديت احضر المكساج بتاع الفيلم وحاجات كده. فجاه في ظرف اسبوع هو كان مختفي، حتى ما بشوفوش. فجاه لقيت الافيش في الشارع من غير ما تعرفي ميعاد نزول الفيلم. من غير ما اعرف اي حاجه ولا حاجه ولا حاجه، وما كانش لسه اتحدد ميعاد لنزول الفيلم. لقيت الافيش في الشارع، ويعني بما معناه يعني انا قصدي ان ما كانش لسه اتحدد ميعاد لنزول الفيلم، يعني ما كانش في وجه استعجال ان حاجه تتعمل بالشكل ده. زي ما قلت لك مشكلتي انا في نفسي، ان طبعا يعني ايه وشي يبقى على جسم تاني يعني ما انا مش فاهم يعني. هل انت لما صورتي في الالبومات بتاعت الفيلم، يعني كل فيلم بيتصور سينما بيبقى فيه مصور فوتوغرافيا بيصور الشوتات اللي اتصورت، فيبقى فيه البوم للفيلم علشان دي الصور اللي ساعدتكم بتشوفوها على فاترين السينمات من جوه الفيلم. فهل انت لما صورتي الفيلم صورتي كله بوشك لوحدك وما كانش فيه جسمك؟ تقريبا هو شايف كده تقريبا. ولا ايه؟ لا طبعا ليا صور كتير جدا، بس هو اللي حصل ان هو شاف جسم معين قاعد بشكل كوميدي معين. انا عامله كاركتر يعني سنه كوميدي في الفيلم. وطول الفيلم عشان انا عامله كاركتر فلابسه نظاره نظر وعامله تسريحات غريبه وبتاع، حتى هو الصوره اللي واخدها حتى الوشي من المرحله اللي انا فيها كاركتر في الفيلم مش بعد كده. ما انا بعد كده شكلي يعني طبيعي. دي يعني مش دي القضيه. عشان كده انت ما عرفتنيش يا شريف. لا ما عرفتكيش بصراحه. ما عرفتش ان انت واخد صوره من من المرحله اللي انا لابسه فيها نظاره نظر وعامله تسريحه غريبه. فمين دي يعني؟ ما هي مين دي؟ ده شيء طبيعي انك تقوله. وانت عندك مين في الفيلم هتبقى يعني؟ ما انت لازم يعني لو عندك حد في شويه معروف في الفيلم طب بينه. يعني ده يتهيألي اللوجيك اللي بيمشي عليه المنتج المفروض. والولد ملبسه نظاره شمس. الصوره ليه ولابس نظاره شمس وبدله، وفي كلبه في النص طايره برضو. لا فيش فيش. حلو 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 يعني. طب يعني انت موافقه انه حلو؟ طبعا. كويس جدا والله. ما زعلانه ليه؟ معرفش، اعترضت عليه وما عجبنيش، بس للاسف ما كانش ينفع ان انا اغير حاجه. لما اعترضت عليه اتكلمنا كتير، قال لي هنصور افيش جديد، وتصورنا فعلا صور جديده، وسافرت ورجعت ولقيت الافيش زي ما هو. بس من ساعتها بقى هو والامور اتحلت ولا ما اتحلتش؟ لسه متجمده. لا الافيش هو هو في كل حته يعني.
طيب معلش، عموما الموضوع ده ان شاء الله هيتحل، ومش عايزينك تبقي متضايقه ولا زعلانه. انت ممثله جميله وليكي حضورك وبنحبك كلنا بجد، يعني انا شخصيا يعني من معجبين بيكي جدا. احمد، الفيلم حماده يلعب انتاج مين؟ انتاج الاستاذ سامي العدلي، هي شركه العدل فيلم. طب انت ليك كام تجربه مع العدل فيلم؟ اصل في العدل فيلم وفي العدل جروب، ملخبطنا الاخين يعني، ملخبطنا سامي العدل ومحمد العدل ملخبطنا. انا عملت مع سامي العدل اللي هو العدل فيلم، ده ثالث تجربه. كانت اول واحده، اول واحده فيلم ثقافي، ثاني واحده شباب على الهوا، ايوه ثالث تجربه حمادة يلعب. مع العدل جروب عملت تجربتين، مافيا واوعى وشك. واوعى وشك هنتكلم عن اوعى وشك بس بعد شويه، انما معنى انك انت كررت التجربه مع الاستاذ سامي العدل ده معناه انك انت مرتاح من انتاجه وطريقه شغله، يعني انت انا مش عايز اضايق نفسي اكيد يعني. أكيد. يعني احنا اتعاملنا مع بعض في اكتر من تجربه، يعني ما هياش تجربه، ففي علاقه كبيره الى جانب ان هو من المنتجين اللي له فضل عليا. يعني فيلم ثقافي تقدمنا فيه ثلاث ابطال، كنا تقريبا كلنا جداد. كنت انا عملت فيلم مع استاذ رأفت الميمي بس ما كانش نزل لسه، اللي هو شورم بروم. لا شورم بروم لا، كان عشان ربنا يحبك. عشان ربنا يحبك. فهو غامر بثلاث ابطال جداد، فبرضه من الناس اللي ليهم فضل عليا ما اقدرش انساه، الى جانب ان التعامل مريح. يعني هو فنان، يعني مش منتج بس، يعني لا فنان. وبعدين في المرحله الاخيره انا بوجه يعني تهنئه حاره لاستاذ سامي العدل على فيلمه الاخير احلى الاوقات طبعاً. لانه فعلا اتغير يعني، في نضج واضح جدا جدا، في دور جميل، في تمثيل لذيذ مختلف عن ما عمل طبعاً. وانا بقول له اوعى تعمل اقل من كده بقى تاني، ها عشان اجيبك في انتاج يا استاذ سامي. ها هنرجع لحوارنا. انت بتحب المزيكا الغربي؟ بتحب مزيكا غربي؟ بتحب مزيكا الغربي؟ مش قوي يعني. بتحب بلاش نلعب يعني؟ لا لا لا، احب اسمع مزيكا غربي طبعا، بس طيب. يعني كل فين وفين، مش زي الشرقي مثلا ما بيهف عليا يعني. طيب احنا هنلعب اغنيه دلوقتي مع الفرقه، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله. ونسمع you.
رجعنا لكم مره ثانيه وفرصه سعيده باحمد رزق ومي عز الدين. اهلا وسهلا. اهلا. قصيت شعرك ليه يا مي؟ بجد قصيت شعرك ليه؟ يعني وغيرتي لونه كمان. ستايل. ستايل. نيو لوك. والله. طبعا. امال ايه؟ طيب. احمد. لا انا ما عملتش نيو لوك خالص. دلوقتي طب انت مش من انصار النيو لوك؟ لا ما مش ضده يعني. مش ضده؟ لا. انما تحب تغير من شكلك؟ ولا على حسب الشغل؟ طبعا. حسب الشغل اهم حاجه، لان انا يعني في الحياه انا زي ما انا، مش محتاج اعمل بقى نيو لوك وجوده. لكن معلش انا معاك، انا صريح. تخبط فيا. انا صريح. تخبط فيا. دي مثلا البنات برضو ليهم وضع تاني، ممكن يغيروا في شكلهم بتاع كده، يقص شعرها كده وتضايق مامتها كل شويه، تضايق مامتها مش عارفين نعمل معاها ايه. هي مش هتخش البيت النهارده. طيب احمد، فيلم اوعى وشك ده كان بينك وبين احمد عيد، انت من انصار الثنائيات ولا انا مش عارف يعني ايه انصار الثنائيات. هقول لك يعني في السينما الابيض واسود كان في استاذ كمال الشناوي وشاديه، فريد الاطرش برضو وشاديه عملوا ثنائيات، احمد فوزي ومديحه يسري، مش كده؟ لا هي مش مساله ثنائيات يعني، هي ما خطرتش في دماغنا ان هي ثنائيات، لكن السيناريو اللي كان في ايدينا اتنين اصحاب من الطفوله ونصابين، فلازم يبقوا اتنين. فكره الثنائيات ان احنا نعمل سلسله مثلا من الافلام مع بعض، لو في افلام مكتوبه بشكل جيد جيد بشكل جيد يعني بين كويس وجيد تبقى كويس. ايوه مع بعض. لو في افلام مكتوبه بشكل جيد ايوه هنعملها ثنائيات ثلاثيات، بس المهم يبقى، اصل احنا عندنا ازمه وانت سيد بن عارف يعني، عندنا ازمه في الورق، مفيش سيناريوهات يعني. الحمد لله بدا يبقى فيه كتاب جداد وبدا يبقى فيه، بس الاصل في الحكايه، واسمعني اذا كنت بقى انا هتكلم في نقطه ما اعرفش، قول مفيش ادب، مش ادب بمعنى قله ادب، الادب اللي هو القصص يعني، قصص يعني. زمان كان في احسان عبد القدوس، وكان في كل نوع من انواع الفن عمال يطلع فيه جديد الحمد لله، الا الادب يعني ما عندناش. والله ما اقصد يا جماعه. الله الله. والله ما اقصد، انت عارف انا بتكلم في الادب كفن، الادب كفن يعني، مش الادب كفيديو كليب، مش الادب مش قله الادب اللي هي فاهمني. ومعظم الافلام العظيمه زمان اتعملت عن اصول ادبيه. فبقى طب وهي الاصول الادبيه او الروايات الادبيه الموجوده ما خلصتش، بس ما حدش جديد بيطلع. انت فاهم الازمه اللي انا بتكلم فيها ايه؟ ان بيطلع كاتب سيناريو، بيطلع ممثل، بيطلع كل سنتين مطرب، بيطلع يعني فاهم، كل شويه بيطلع ناس جديد، فيهم موهوبين طبعا وفيهم مش موهوبين، بس المنطقه دي الروايه الادبيه ما بقاش فيه، ما بقاش عندنا اصل ادبي حديث. انت شايف احمد النجوم الجداد اللي موجودين ممكن يعملوا روايات أدبية من العصر الجميل اللي موجود قبل كده؟ يعني مش كل روايات إحسان عبد القدوس اتعملت، مش طبعًا. كل روايات الأستاذ نجيب محفوظ اتعملت طبعًا. إنما في روايات موجودة، وفي كل بس لا، بس في أزمة شريف. إيه؟ في أزمة إن أنا ما أقدرش النهاردة أجيب رواية قديمة وابتدي أتناولها كفيلم مع متطورات كتيرة حصلت في الزمن. يعني في حاجة اسمها موبايل لغت كل ما كتب قبل الموبايل. اي ازمه دراميه مشكلتها تليفون بقت محلوله. يعني اي ازمه بقت مشكلتها ان انا اعرف مي انا فين عشان العصابه خطفاني، ما بقتش اقدر اعملها كده دلوقتي، لازم يبقى لها تفاسير اخرى وكتاب جداد. عشان كده بقول لك القديم مخلص ومش كله اتعمل، بس ما ينفعش يتعمل دلوقتي للاسف. يعني في جزء ينفع او نتناوله بقى بشكل حديث، فاحنا ده اللي اقصده بقى. يعني انت ممكن تاخد الاصل الادبي، الاصل يعني ممكن جدا تاخد سطر من روايه طبعًا. تعمل عليها فيلم طبعا. طب يبقى اذا في افكار موجوده بس ما فيش حد بياخد للاسف، مش كده؟ طب لو انت معتبر ان فيلم اوعى وشك نجح بالشكل اللي احنا كنا نتمناه ونتخيله؟ لا لا. لكن بمواصفات السوق ما نجح يعني، ما ضرش المنتج، ودي الحسبه الاولى للاسف دلوقتي. ان المنتج خسر ماديا ولا ما خسرش ماديا؟ ما خسرش ماديا. الفيلم ما هوش فيلم انا اتكسف منه يعني، مش اللي هو هتكسف منه بعد كده اتفرج عليه، لكن الفيلم فيه عيوب،
في عيوب احنا ادركناها، واحنا زي ما قلنا في الاول محدش بيبقى في نيته يعمل حاجه وحشه، مش اللي هو يلا يا شريف عايزين نعمل فيلم وحش بقى يعني. اكيد على نفسنا يا شريف انا جامد ان احنا اكتشفنا عيوب بعد. وفي تعبير قاله الفنان احمد ادم انا بحبه جدا، قال النجاح او الفشل زي الحادثه، يحصل الاول وبعدين نعرف حصلت ليه. فاهم؟ لكن حلو. من الاول ما بنبقاش عارفين. فاهمني؟ مظبوط. فهو ما نجحش بالشكل اللي احنا كنا نتمناه، لكن فيلم انا بحبه وما بخجلش منه لحظه. بس انا اعتقد هياخد حقه في المشاهده. فيلم ثقافي جماهيريا ما نجحش، نجح بنفس القدر تقريبا بتاع اوعى وشك، لكن لما نزل وتشاف في القنوات الفضائيه وتشاف اتقال عنه انه من الافلام الكويسه اللي اتعملت. انا شايف انه فيلم كويس جدا لانه ناقش حاجه حقيقيه بتحصل، حقيقيه وما كنا بنتكسف منها، وكان فيلم جريء واول خطوه وبتاع. فما خدش حقه في دور العرض، خد حقه بعد كده بالزبط. فانا اوعى وشك مش قلقان منه، مش متضايق بسببه. فاهمني؟ لكنه ما نجحش بالشكل اللي احنا بس انا متخيل انه اوعى وشك لو كان حقق نجاح قوي جدا وحقق ايرادات عاليه جدا كنتوا هتلاقوا نفسكم بتعملوا ثنائي انت واحمد عيد. بتهيألي ايه المشكله؟ كان طبعا في الحاله دي كان هيبقى تكون ثنائي، وممكن نعمل ثنائي بما ان وفيلم اوعى وشك ما نجحش قوي. يعني مفيش مانع، يعني مفيش مانع. المهم ان يبقى فيه تتابع درامي حلو وفكره دمها خفيف نقدر نعملها بعد كده. قصيتي شعرك ليه يا مي؟ مش عارف، انا مش عارف ليه تعملي نفسك كده. انا هروح. لا تروحي ليه؟ ما تقدريش تروحي. طب هسالك سؤال. الاستاذ حسين فهمي سئل قبل كده في احاديث كتير انه سبب نجوميته وسمته وحلاوته. تفتكري انت معتمده على الموضوع ده؟ يعني ده لو شايفه نفسك حلوه يعني. لا مش حلوه. مين قال انها حلوه؟ مش حلوه، مش كده؟ انا مش شايف انها حلوه. انا رايي هي جميله. بص بتزعل وبتاع. دي قمر. بس بكلمك جد. بكلمك جد، انت يعني والكلام صراحه. يعني معتمده على شكلك وجمالك في مثلا في انك انت ممكن تبقي نجمه وكده ولا ايه؟ لا انا ما بحاولش اعتمد على شكلي، لان انا يعني اكيد اكيد بحمد ربنا يعني ان انا ان هو اداني شكل جميل او مقبول، بس لا مقبول ما بحبش مقبول. اعتمد عليه في هو مقبول 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 جميل اوكي ما بحبش اعتمد عليه في الشغل. لا طبعا، لان الممثل المفروض يكون ممثل، يعني ممثل يعني. بص انا لما هعمل مشهد حلو قوي انت هتشوفني حلوه. انت في نظرك انا هشد عينك زي ما ممكن بوش امور قوي اشد عينك. وانا بحاول اعمل ده في كل حاجه بختارها من بعد رحله حب. عملت ده شويه في اين قلبي. دور البنت ما كانش ما فيهوش ولا نقطه مكياج، ما كانش معتمد على الشكل خالص. دي كانت بنت في ثانويه عامه بالعكس، كنت بعمل تسريحات اطفالي كده ومش عارفه ايه. فكلم ماما، دور ملوش اي علاقه بالبنت الحلوه. جايين له كلم ماما ده جايين له دلوقتي، يا ما تستعجليش. مالك بس قولها لي كده ليه؟ طيب بقولها لك علشان انا معجب بالفيلم ده قوي. اوكي طبعا، امال ايه؟ طبعا. بس فمش اعتماد اساسي على كده. واخر فيلم فرح ده انا عامله كاركتر مخصوص علشان كده، تكسري حته انك معتمده على شكلك. ثلاث ارباع الفيلم ما فيش اي اهتمام بالشكل، بالعكس يعني. بس ساعات المنتجين هم اللي بيحطوا الممثل في كورنر ويزنوه، مش كده احمد؟ يعني مثلا احمد رزق عمل في الرجل الاخر شخصيه وليد اللي كان معاق ذهنيا، وكان باين عليه انه هو طيب وجميل فكان ممكن يحطوك في كورنر الطيب الغلبان. مزبوط. مش كده؟ مظبوط. تعرض عليا كتير يعني. انت كنت تقول لا. ليه بقى؟ لان انا رايي مش المنتج هو اللي بيحصر الفنان، يعني مش المنتج اللي بيزنق الفنان. الفنان هو حر. عايز يتزنق مع هنعمل له ايه يعني؟ يعني انت احمد مثلا لو اتعرض عليك دور شرير تلعبه؟ بس يعني هل شرير يعني ايه؟ الشر دلوقتي كره. الشر دلوقتي كره من الكرهش دي، يعني لو هو المفروض يكره والناس كرهتني في الفيلم انا هفرح. لكن مش ضروري ابقى شرير والناس تطلع تقول بس يعني مش شرط ان انا اتحب في كل شخصيه، والا هبقى انا بمثل شخصيه واحده طول الوقت. لكن شكل الشرير عامل ازاي؟ لان في شرير اللي هو موجود دلوقتي استحاله تحس انه شرير. اللي هو ايه؟ مين الشرير اللي موجود دلوقتي؟ مش اقصد في القعده يعني. لا مش القعده. لا سيبك من مي، دي غلبانه طيبه جدا. هي بس موضوع قص الشعر ده موضوع قص الشعر ده فظيع. انا مش عارف هي عملت كده ازاي. انا ماما طب رايها ايه في الموضوع؟
خلاص خلاص كلم ماما. هي كلم ماما. ايه ده الشرير بتاع دلوقتي اللي انت بتتكلم عنه اللي هو الزمن ده اللي هو شكله ما يبانش انه شرير واللي هو لازم تحبه قوي 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 عشان يوم ما هيجي ينصب عليك يعني مش هتبقى مصدق. وده اللي بيحصل يعني ما بقاش الشرير اللي هو رافع حاجب وبيبرق وصوته تخين لا بالعكس ده ممكن يبقى هادي جدا بس بيطلع منه بلاوي سم بعيد سهون عنه. يعني سهون انت هاديه سهون سهون عشان انت جبت لفظ بصوت شعرك ليه مي نصيم بقى يا احمد امال ايه طب مي انت لو تعرض عليك دور شريره تلعبي عارف ليه؟ عشان الملامح اللي بنقول انها بتخلي الناس تاخد انطباع ان انت ما يطلعش منك اي ستايل مختلف عن كده. فقاعدين عمالين يقولوا ملامح هاديه، ملامح طفوليه، ملامح بتاع، بس لا يعني ما في ناس كتير يعني هل ده معناه ان في ناس في الحقيقه كتير وشهم ما بيبقاش بريء جدا وهم من جواهم نفسيتهم وحشه جدا؟ في. طب بصي لي بطيبه. تعمل لي اختبار ولا ايه؟ بصي للبيه، بصي للبيه بطيبه، بصي لي بطيبه، بصي لي بطيبه. مش بتطلع دايما تسبيل مش عارفه ليش. لا انا عايزك بقى ما تسبيش، عايزك تبقي طيبه. اوكي عشان رومانسيه انت عارف. طب بصي لي بشر. دول زي بعض. بمناسبة قص الشعر، أنا سألت داليا البحيري في يوم من الأيام كانت معانا هنا، قلت لها لو اتعرض عليكي دور تحلقي شعرك بالموس تفكري؟ قالت لي ولا لحظة واحدة فكر لو الدور يستاهل. أنا بقول لك طبعا هتقولي زيها مش كده؟ لو اتعرض عليكي دور تحلقي شعرك بالموس طب الفن مني ليه طيب؟ علشان هتقولي طبعا عامله وكده. لا هو لو دور يعني هي هي هيعمل بصمه جامده وهي هيسمع مع الناس وهتعمل فلوس كويسه طبعا. لازم تعمل فلوس كويسه مش هقول يعني. لا 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 هي مش تبقى حكايه مش عارفه والله. تصدق لا تصدق ما الموضوع برضو مش سهل. لا مش سهل. انت جريئه قوي يا داليا. لا جريئه. لا داليا بتحب التمثيل ومجنونه في التمثيل وكل حاجه، بس حته ان بنت شكلها حلو ولذيذه تقوم شايله شعرها بالموس زي ديمي مور ما عملت. زي ديمي مور ما عملت. لازم يكون في معوض طبعا، انه لازم يكون دور حلو وكاست حلو وفلوس كويسه طبعا. مفيش شك يعني. هي خدت كام ديمي مور؟ ديمي مور خدت 3 جنيه وربع تقريبا. 3 وربع بس بالدولار يعني احسبها دلوقتي تساوي كام. طيب احمد مين اكتر ممثل بيعجبك في جيل الموجود دلوقتي كله؟ كوميديان او ممثل جاد او يعني ايا كان؟ بص انا مش دبلوماسي يعني. بس يعني في ممثلين بحب اتفرج عليهم بتمزج وهما بيمثلوا يعني. يعني ربنا يشفيه ويديله الصحه يا رب، فنان احمد زكي. يعني الواحد بيقعد بيتعلم يعني، بيقعد مخطوف مع الشخصيه ومصدق الدور قوي بستمتع وانا بتفرج عليه. استاذ يحيى الفخراني. خلي بالك انت لغايه دلوقتي في جيل تاني، انا بكلمك الجيل بتاعنا يعني، في عندنا احمد السقا ومحمد هنيدي. انا اصل انت برضو ايه حصرتني في جيل انا يعني ما انت منه. اللي موجودين دلوقتي انت منه، الجيل اللي انا منه. مش دبلوماسيه بس انا يعني كل واحد متميز في حته يعني. يعني احمد السقا اللي بيقدر يعمله مفيش حد تاني يقدر يعمله في اللي موجودين لغايه دلوقتي. دعمل. انت قرد. انا لسه بقول لسه بقول لمي شريف ده قرد. قرد دي حاجه كويسه على فكره. يعني قرد دي بنقول حاجات على محمل بيعمل كل حاجه يعني. عشان انا كل كلامي اللي هو معينين النهارده مش عارف ليه. انا اقصد ايه ان مفيش حد انا مثلا بقول بيمثل وحش قوي ليه كده. مفيش يعني، انما ممكن من عمل للتاني تقول يعني ايه ما كانش موفق في العمل ده قوي بالظبط، فكان في العمل ده احسن كده. لان الواحد شخصيا بيبقى كده. ايه من الافلام اللي اتعرضت في الفتره اللي فاتت دي عجبك وقلت كان نفسي العب الدور ده؟ انا عجبني كذا فيلم بصراحه، بس كان نفسي اعمل الدور ده. في غير دوري طبعا في سهر الليالي يعني. انت عارف طبعا السؤال ده لما اول ما بيتسال بتقول لك سهر الليالي، بس اعتقد ان انا ما كانش ليا دور قوي في سهر الليالي يعني. على قد ما الفيلم عجبني وشدني وشفته مرتين،
على قد ما فيش شخصيه قلت انا كان نفسي اعمل مثلا الدور ده. ما فيش شخصيه لان انت لقيت حاجه مش لايقه عليك ولا مش عاجبك ولا لا؟ عاجبني جدا، بقول لك شفته مرتين وانا يعني فاضي. امال ايه يعني امال فكره ايه؟ لا يعني ما قلتش نفسي اعمل الدور الفلاني بجد. يعني انت عايزني اقول حاجه بجد؟ انا كان في فيلم اتعرض عليا وما عملتوش وقلت يا خساره انا ما عملتوش، اللي هو ايه؟ مواطن ومخبر وحرامي. كان دور مين؟ دور المواطن. خالد ابو النجا. قلت يا خساره بجد، لان كان نفسي هتعامل مع الاستاذ داوود عبد السيد. طبعا حصل ظروف ولبس في وقتها يعني، فما قدرتش اعمل الفيلم. وبعد كده قلت يا خساره كان نفسي اعمل الفيلم ده. مي، ايه الفيلم اللي كان نفسك تلعبيه الفتره اللي فاتت من الافلام اللي شفتيها، او فيلم اتعرض عليكي او كان وندمتي انك ما لعبتيهوش؟ لا مفيش الحمد لله فيلم اتعرض عليا وندمت عليه. فيلم عجبني، انا عجبني سهر الليالي ما انكرش طبعا. برضو كنت ممكن تلعبي دور مين اللي عجبك؟ ما كانش يعني عمر ما في اي دور ينفع اقول لك اني اعمل ده، لان مش هيطلع زي ما صاحبته عمل. لا معلش، بس يبقى في امنيه برضو الواحد يقول انا كان. شوف اكتر دور حبيته دخل قلبي دور منى زكي. بصراحه مش يعني يمكن انا ما اعرفش اعمل الـ اي دور تاني فيه. بصراحه يعني ما في حاجات ما مش هعرف اعملها. بتحب تغني؟ لا ما بعرفش اغني. لا هتغني؟ لا انا ما بعرفش اغني. لا بتعرفيش تغني انما هتغني، يعني ايه المشكله يعني لما تكوني ما بتعرفيش تغني بس تغني؟ هم في ناس كتير ما بتعرفش تغني هو اللي بيحصل دلوقتي. سلام. في ناس بتعرف تغني، ده اي حد معدي بيخش يغني. انا بقلل، ده اي حد معدي وعنده هدمتين صغيرين كده بيغني، مفيش مشكله خالص. والله يعني حاجه بقت حاجه صعبه. حرام والله العظيم. طب احنا دلوقتي عندنا فقره الكاريوكي، وحضرتك تفضلي الميكروفون. الله يا مايا. انا مش عايزه طريقه. لا مفيش طريقه خالص. أوكي. احنا بس زعلانين ان انت قصيتي شعرك، بس هو ده اللي مضايقنا. والله العظيم خليني اولع في شعري مره. طب يعني انا مش عارفه بتذلوا الناس ليه؟ طيب احنا احرار يعني. يعني ده احنا ضيوف. لا ما يعني على دماغي من فوق. اوكي. انا يا اسطى على الكرني ناكل ذره ونشرب مانجا، وواحده واحده ان شاء الله تعيش ماشي الحلوين دنجا دنجا. سوق بينا يا اسطى على الكورنيش ناكل ذره ونشرب مانجا، وواحده واحده ان شاء الله تعيش ماشي الحلوين دنجا دنجا. ظبطنا دنجا دنجا يا فلالي، مشينا واحده واحده يا فلالي على مهلك حبة حبة يا فلالي. قشطة. والله حاجه عظيمه والله. استاذ احمد رزق اتفضل حضرتك. المنظر مش مطرب بالعكس. والله مش فاكر ديمس روسوس كان عامل ازاي. وانا مالي انا ومال ديمس روسوس يا راجل. جميل. يلا يا بيل. تعالى بقى. ده انا معاك. تعالى ملعنش الأزمات، وأنا وياه بعيش زي المليونيرات، وأحلم وأنا بعيش ملعنش الأزمات. Thank you.
زي المليونيرات بحلم وانا بعيش ملعنش الازمات وانا ويايا بعيش زي المليونيرات بحلم وانا بعيش ملعنش الازمات مجانين وجنان عين العقل والعقل ده بيعيش جنان عين العقل والعقل ده بيعيش وجنان ده شيء مش سهل تقدر تتجنن زي انا احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر عشان بدانا نسخن اتفضل يا فندم يا سلام المليونيرات بقى احكي لنا بقى شويه صح. المليونيرات ليها ذكريات جميله جدا بيني وبين مدحت صالح طبعا احنا عملناها وكانت اخراج الاستاذ جمال عبد الحميد وعملنا الاغنيه دي في يوم يعني بدانا الفجر خلصناها تاني يوم الظهر متواصل في اسكندريه كلها مفيش بقى بريك ولا بتاع كانت اغنيه خفيفه ولذيذه طبعا انا عارف ان الفيديو كليب بتاع المليونيرات مش على المستوى المطلوب في الايام دي طبعا انما اوعدكم ان احنا هنعمل فيرجن تاني انا ومدحت صالح لابسين مايوهات عشان تعجبش يعني الله طيب انا عرفت ان انت بتحضر دلوقتي مسلسل جامد قوي وتقيل قوي وانا متحمس له جدا لانه صاحب الشخصيه اللي هتلعبها في المسلسل شخصيه ليها فضل عليا كبير جدا عشت في بيته 7 سنين هو الفنان صلاح جاهين طبعا احنا لو سقفنا من هنا لبكره مش هندي الاستاذ صلاح جاهين حقه لانه الاستاذ صلاح جاهين وكتير من الشباب يمكن الجداد يعني الجيل الجديد اللي موجود ما يعرفش مين هو صلاح جاهين انما صلاح جاهين هرم رابع موجود في مصر كان رسام كاريكاتير وكان سيناريست ومؤلف اغاني وقائد اغاني ثوره 23 يوليو الاستاذ عبد الحليم حافظ ومثل وعمل كل حاجه كان جوكر انا معلش قعدت كده بقى اقعد براحتك بس المهم تبقى لابس هدومك وما تفتكرش انك انت في فيديو كليب ارجوك يعني الشخصيه دي انت اخترتها بناء على ايه صلاح جاهين يعني مش قادر اقول لك من وانا في اولى اعدادي مثلا كان عندي كتب في البيت بتاعت والدي الله يرحمه فكنت بحب اقعد اقرا كده فخطفتني كل مجموعه صلاح جاهين صلاح جاهين فاتمنيت ان انا اعمل الشخص لما شفت الصور لقيت انا فيا شبه منه يعني طبعا جدا شبه كبير والاشعار نفسها عجبتني بعد فتره قصيره لقيت نفسي حافظ كل الاشعار دي فبدات اقراها تاني وافهم حاجات ما كنتش فاهمها فضلت الحكايه معايا لغايه ما دخلت المعهد وانا في المعهد مشروع بتاعي بتاع سنه اولى عملت صلاح جاهين يعني كنا عاملين فكره كده في السكشن فالراجل ده من الناس اللي ساعدت في وجودي من غير ما يبقى موجود فتمنيت ان اعمل الشخصيه دي فبدات اقول ده ان انا نفسي اعمل صلاح جاهين فلقيت ردود الافعال كلها بتشجع ان لازم يتعمل يعني بجد ما ينفعش يبقى في حد في مصر ما يعرفش مين صلاح جاهين طبعا ويبقوا عارفين الفيديو كليب اللي احنا بنشوفه ده ومش عارفين مين صلاح جاهين عمل ايه تاريخه ايه بدأ إزاي؟ الفتره السياسيه اللي كان فيها عامله ازاي علاقته باللي حواليه سواء كانت سلطه سياسيه او فنانين او رجال اعمال او كل الحياه دي لازم نشوفها ونقدمها والناس تعرف مين هو الفنان اللي قدم نجوم كتير كمان من ضمنهم شريف منير وانا هحتاجك انت عارف انا بحتاجك طول الوقت ربنا يخليك فانا يعني بجد يا رب بس ربنا يسهل والمشروع يكمل مين اللي بيكتب المشروع هو بص احنا ماشيين في خطوات طبيعيه شويه يعني حصل اتفاق بيننا وبين الاستاذ بهاء جاهين نيابه عن ورثه الفنان الراحل صلاح جاهين حصلت موافقه الحمد لله واحنا في مرحله دلوقتي مين اللي هيكتب هذا العمل وان كان مرشح للعمل وانا مش بقول مرشح ده انا اتمنى وليا الفخر والشرف
الاستاذ محفوظ عبد الرحمن هو اللي هيكتب المسلسل ان شاء الله. فهنمشي خطوات طبيعيه يعني، مش عايزين نسبق الاحداث، لكن انا بعترف ان ده حلم حياتي، وبعترف ان انا كل اللي انا عملته في حياتي واللي هعمله في حياتي حاجه، والعمل ده بالنسبه لي انا حاجه تانية خالص يعني. طيب ايه اكتر حاجه عجبتك لصلاح جاهين؟ عشان بعد ما هتقولها هنروح للفاصل ونرجع لكم تاني. ايه بقى الحاجه اللي شداك وحب كتير قوي؟ قول اللي في بالك. يعني انا من اكتر حاجات اللي بتاثر فيها رباعياته. رباعيات طبعا، يعني رباعيات بحس انها حكم. وعشان ما ناخدش وقت هقول لك رباعيه صغيره بتقول سهير ليالي وياما لفيت وطفت وفي ليله راجع في الظلام قمت شفت الخوف كانه كلب سد الطريق وكنت عايز اقتله بس خفت. عجبني. رجعنا لكم تاني وفرصة سعيدة بمية عز الدين وأحمد رزق، وكنا بنتكلم عن صلاح جاهين. قعدت مع مين يا أحمد علشان تلم معلومات عن مبدئية يعني عن أستاذ صلاح؟ قعدت مع بهاء جاهين طبعا، مصدر يعني، وأصحابه اللي حواليه. قعدت مع الأستاذ الشاعر الكبير أستاذ سيد حجاب طبعا، وهخطفك أنت برضو في فترة قريبة، وقعدت مع علي الحجار كتير. هو انا هقول لك وجهه نظري، انت ممكن تتناول صلاح جاهين مع الناس اللي عشان يعني لو عايز تركز في الحكايه دي هتاخد من ناحيه فنيه ومن ناحيه انسانيه ومن ناحيه فاهم، مش انا اللي هاخد الكاتب استاذ يعني قصدي المعلومات لما هتتلم لانه مثلا هو كان له مشوار طويل مع الاستاذ احمد زكي، ربنا يديله الصحه ويشفيه ان شاء الله. يا رب. شفت الاستاذ احمد زكي عنده كتير طبعا في البيت، طبعا فاروق الفيشاوي لما طبعًا. بدأ وسمية الألفي طبعًا. شفت ناس كتير، الشيخ سيد مكاوي الله يرحمه، يعني راجل كان مليان طبعًا. يعني كان ليه متشعب في كل أشكال فن، وفنانة سعاد حسني يا ما قعدت معاه هو وهي، وكان أيام هو وهي برضو فاهم، فكانت أيام جميلة جدا. وأتمنى لك أحمد يعني يا رب. وأنا مستعد يعني لو عايز دوري في حياته لما انا كنت معاه كنت بروح له اقول لك كان بيعمل ايه، وتتعرض للفتره دي اجي لك اشتغل لك في المسلسل بتاعك ولو حلقه حتى. ربنا انا كل الشرف يعني. انا عارف ده شعور انا عارفه كويس جدا ومتاكد منه، ومن الناس اللي انا مش ناعي همها لما اجي او اطلب منها مساعده يعني. لا يا ربنا يخليك، انت تؤمر. مي عز الدين، انت قصيت شعرك ليه؟ طيب خلاص هنتكلم عن المسرح. انت بتحب المسرح؟ جدا. وحاسه انك ممكن تدي في المسرح؟ نفسي ان شاء الله اشتغل مسرح، وحاسه ان انا ممكن ادي فيه. مفيش اي اتفاقات الفتره دي على مسرح؟ في حصل اتفاق من شهر تقريبا، مسرحيه مع بطوله محمد سعد، فنانه جميله مدام عبله كامل، أيوة. استاذ حسن حسني، منى شلبي، وفي ترشيح لاحمد عز الدين كمان. حلو قوي ده، كاست جميل. محمد سعد، منى شلبي، مي عز الدين، حسن حسني، عبله كامل، ده حاجه جامده. يا رب. يعني اتفقتي؟ الحمد لله خلاص. وقريتي النص؟ لا، هو بيتعدل فيه حاجات وبيتغير فيه حاجات، فما ان شاء الله حاسه لما يستقروا كده عشان اقرا اخر شكل خالص. ما كان ليكيش اي تجارب مسرحيه قبل كده؟ لا، ما كان ليش، وعلشان انا كنت حابه ان انا لما اخش اعمل مسرح اعمله يعني يبقى الفرصه اللي جايه لي فيها مميزات معينه. زي ما دخلت فيلم، اول ما دخلت خالص سينما دخلت في فيلم قوي مع نجم كويس ومحمد فؤاد ومع استاذ محمد النجار، ويوم ما دخلت تلفزيون دخلت مع نجمه زي يسرا ومجدي باميره، يعني اكيد هبقى حابه ان الدخله تبقى قويه برضو كمسرح. الحاجات اللي جات لي ما كانتش فيها الصفات دي. فالحمد يعني لله اول ما جالي كاست جامد ومنتج، بس كاست جامد بس الدور ايه؟ والدور حلو، الدور حلو عجبني، كلمنا فيه كتير واتناقشنا فيه كتير وعجبني قوي. طيب مين اللي هيخرج المسرحيه؟ نادر صلاح الدين. نادر صلاح الدين سيناريست والمخرج. ومخرج انا. نادر صلاح الدين انا اعرف ان هو كان ليه تجارب قويه جدا في المسرح ايام الجامعه،
وعمل سيناريو كان مكون ثنائي مع سامح سر الختم في الليمبي واللي بالي بالك صح. وهو شخص موهوب جدا على فكرة وعنده سنس كوميدي عالي جدا جدا. ونتمنى لك توفيق إن شاء الله. في استعراضات في حاجة؟ في استعراضات, في جزء كبير في استعراضات, وفي والشخصية الكاركتر حلوة يعني فيها نقلة كده وحاجة من الحاجات اللي أنا حبها يعني. أنا جات لي بس ملحوظة دلوقتي في الإيربيس إن الليمبي سيناريو أحمد عبد الله مش اللي بالي بالك سامح سر الختم ونادر صلاح الدين. طب احنا عندنا فقره دلوقتي لذيذ. اول تشربوا شاي؟ تشرب شاي يا عم؟ تشرب شاي؟ لا ميرسي مش عايز شاي. تشرب انت شاي احسن, مع ان الشاي بيطول الشعر بس يعني مش مشكله. هساعدك في حاجه؟ لا يا ريس بجد. انا هوضب لكم الشاي. ما تقومي تعملي لنا شاي بدل ما انت قاعده كده. ما تقوم الراجل بيعمل الشاي بنفسه. قوم تخرج تعملي منظر. طيب عموما يعني ايه, استنى عليها شويه, استنى عليها شويه لما احضر لكم الشاي. دلوقتي في فقره عندنا اسمها تيجي نبدل. كل واحد هياخد شخصيه الثاني. يعني انا هبقى مي, انت هتبقى مي وشعرك قصير اهو, وهي هتبقى احمد رزق, وهتسالوا بعض. انا هسيب لكم الحريه. احنا كنا بنجهز اسئله في اوقات, بس انا المره دي قلت قولوا اللي في نفسكم. يعني انت هتسال نفسك. احنا نقول انت يا مي هتسالي نفسك, وانت احمد يا رزق هتسال نفسك. فاهمه حاجه ولا لا ايه؟ لا ما استنى عشان قفشت معايا دلوقتي. كنت فاكر كان من وقت احمد رزق. انت احمد رزق. ايوه وانا مي. انت هتسال أنا انت هتسال اسالي اسالي انت مي بقى. اوكي قصيت شعرك ليه مي؟ والله كنت متوقع كده. اتفضلي يا حبيبتي. ده السؤال. نيو لوك. نقول نيو لوك كده. ما انا بقى نيو لوك يعني حبيت اغير في شكلي. و حبيت اعمل شكل نيو لوك. شكرا بيه. اثنين. طيب مي اسالي احمد. اسال احمد اقول له ايه؟ والله ما عارف اسال احمد اقول له ايه خالص. اسال هاجم, هاجم؟ انتقد. اعمل اللي انت عايزه. احساسك ساعات بعدم النجاح بيولد عندك رغبه في النجاح ولا احباط؟ لا احباط, وانا تقريبا هعتزل قريب. يعني تقريبا هعتزل قريب. انت ايه رايك؟ انت ايه رايك؟ انا ماليش دعوه دلوقتي المساله هي كاحمد. بس اعرف رايك. طيب بس يعني لا رايي ايه؟ لا كانها قالت حاجه يا بيه. لا لا خالص, انا عن نفسي ببقى يعني رغبتي في النجاح بتزيد اكتر يعني. طيب كملوا واسخنوا. اسخنوا شويه. اتفضلي اسالي مي. ايه انواع الميك اب اللي بتحبي تحطيها؟ ويا ترى لما بتبقي عندك مثلا تخنانه زايده شويه اليومين دول مش بتعملي ايه بالظبط في الميك اب عشان تبقي؟ ما بعملش حاجه خالص. ما بعملش حاجه. الناس عاجبها شكلي كده ماشي, مش عاجبها شكلي كده انا انا هعمل في نفسي ايه؟ يعني انواع المكياج. روج. وفوندي. فندي. ودايما كده معايا قلم حواجب في الشنطه وبظبط نفسي. اعمل ايه تاني؟ اسال انت بقى. اسال او اسال انت يعني. ايوه. لا دورك. ليه ما فكرتش في الجواز لغايه دلوقتي؟ مش لاقي واحده راضيه بيا. راضيه بيا. دي بيا. ما فيش ولا واحده راضيه بيك؟ ولا واحده. ليه؟ دمك تقيل؟ دمي تقيل. وحشري كده بتدخل في اللي ماليش فيه. وبس يعني كفايه. صعبان عليا والله. بجد يعني. بس يعني خلاص. طيب اسالي انت بقى او اسال انت يا احمد. ايه مواصفات فتى احلامك؟ فتى احلامي؟ اي شخص معدي.
وقع. ما يعني مش شرط يعني، فالمهم استريح له كده نفسيتي كده تبقى مفتوحه له يعني. طيب هسأل سؤال بقى فعلا، ايه مواصفات فتى احلامك؟ يكون بيحترمني وبيحبني بجد، يكون مخلص ومحبوب اجتماعيا. انا سامعك عشان انا صوتي واطي عشان رقيقه. بص انت صوتك واطي عشان رقيقه، امال لما بره التصوير بيبقى صوتك قد كده ازاي يعني؟ ما بتبقاش رقيقه خالص. خالص عمري عمر ما ده بيحصل خالص اللي هم بيقولوه. لا بيحصل واضح. طب اتفضلي. انه يبقى بيحترمك، يبقى بيحترمني وبيحترم شغلي. يعني لو قال لك مثلا انا مش عايزك تمثلي؟ لا ما يعني هو لما عرفني انا ما كنتش بشتغل في كنتاكي، انا كنت بشتغل ممثل. ما ينفعش يعني. يعني ايه واخدني ياخدني، بيحترم مهنتي بيحترمني ويكون انسان مخلص ومحبوب اجتماعيا جدا، لان بتبقى حاجه توجع جدا لما تبقى انت انسان قعدتك حلوه والناس بتحبك وكارهين الكابل بتاعك، والناس بتحبك وبتلام عليك وهو ما يبقاش عنده المواصفات دي. لا ده حتى في الناس العاديه ما بتبقاش حلوه، انت بيبقى احساسك مش وحش، مش حلو ان انت تخش مكان حاسس ان الناس بتقولي بس عليها جوز غريبه. ده كل الناس قالوا كده اول ما دخلتي. قالوا ايه قصت شعرها؟ ايه قصت شعرها؟ حصل ده حصل ده حصل ده ما حصلش. اوكي طيب انا اسف. وانت يا احمد ايه مواصفات فتاة احلامك؟ انها بس تبقى فاهمه طبيعه شغلي. و مش 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 شرط اساسي عندي ان هي تبقى ست بيت يعني. يعني ايه ما بتعرفش تطبخ عادي؟ لا ما اصل ما فيش واحده ما بتعرفش تطبخ. لا في والله. ما هي بتعرف تطبخي؟ اه الحمد لله. ايه الثقه دي؟ طب كويس، حضري متطبخ. اكله في دماغك. أوكي. عشان هتوصفيها. حاضر. تبقى يعني ايه ليها وجود في حياتي كشخص بقعد اناقشه في حاجات، يعني مش مجرد حضري لي الاكل وهنفطر ايه وهنتغدى ايه وشاركك في السيناريوهات بتاعتك. مش شرط، مش مساله السيناريوهات يعني، موضوع شاغلني بشكل عام اقدر اقعد اتناقش معاها فيه، مش كل ما اقول لها حاجه يعني. مش مجرد واحده تبقى موجوده في البيت، مش من انصار انا سي السيد وان تبقى هي في البيت وبس. لا يعني لا لا مش لا لا ارجوك عشان انا من انصار سي السيد. يعني ايه بس السيد اللي هو انهي اللي هو مش ما بيخرجش من البيت؟ لا مش بتاع نجيب محفوظ. طيب انما لازم يكون في طاعه طبعا وشده طبعا. بص الايمان الايمان يوفر الحكايه دي كلها يعني. لو هي واحده مؤمنه وعارفه دينها وعارفه حقوق زوجها وحقوقها على زوجها هتوفر حاجات كتير قوي 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 قوي, قوي, قوي. طبعا انت يعني افهمتني بس انا مش عارف اغير في نفسي لان انا ديكتاتوري شويه. نعم. ودي حاجه يمكن تكون عيب فيا بس هو ده عيبي مش. نعم. كلها في عيب صح. انا عيبي كده. انت معترف، انت راجل معترف. انا معترف. بتحبي ايه من الاكل؟ بحب كل حاجه ويتهيألي باين على الوش. لا انا مش عايز اقول بس الجزئيه اللي بصوا والنبي يا عماد ورينا وش مي علشان يعرف انا هتكلم في ايه. يا جماعه مي عز الدين لما بتقعد تاكل لو حد قرب من اكلها فظيعه. تعملي ايه؟ تاكله. ما مش حاجه خاص، بالعكس انا ذوق جدا في الاكل. لا وحياتك والنبي لا تقول. حلفك ما يقدرش حد يقرب من اكلي يا استاذ. شفتها احمد قبل كده لما تاكل وتاخد منها بتعمل ايه؟ لا انا ما بجرؤش ان انا مد ايدي في طبقها يعني. بتفترس. يعني اي حد يقرب منها مع انها متوحشه كلها قوي يعني انما رهيبه. طب قول لنا ايه اكتر اكله بتحبيها؟ او لو انت هتعزميني انا واحمد رزق عندك مثلا في البيت بكره اعمل لكم ايه؟ تعملي لنا ايه؟ اعمل لكم ملوخيه. خلي بالك الملوخيه دي مش سهله. ملوخيه وايه انت هتقعدي ملوخيه وايه؟ ده مالنا سهله ولا مش سهله؟ احنا هناكل وخلاص. ملوخيه ورز وفراخ محمره وايه تاني؟ طيب قول لنا الملوخيه بتعمليها ازاي؟ شوف يا سيدي علشان الملوخيه ممكن تسقط طبعا. طبعا وممكن تبقى صيصه وبايظه. في طصه الملوخيه. وفي طشه. انا ما بعرفش اعمل شاي. اي ثلاث نقط من عند اي مكتبه على الطوم علشان طشه. ما بعرفش اعمل كوبايه شاي حتى. انت بتعرفش؟ وعايش لوحدي بقالي 9 سنين وما بعرفش اعمل حاجه. هو بتاكل ازاي؟ بقضيها بطلب بقى تليفون دليفري، اصحابي بيجوا يطبخوا عندي. والشاي ما بتعرفش تعمله؟ اتعلمت الحمد لله. مبروك يا احمد. اتعلمت الشاي وبعرف اقلي بيض.
الحمد لله. مي قولي لنا الملوخية، أوان بتحب الملوخية المجمدة ولا اللي بتتخرط؟ لا اللي بتتخرط. حلو قوي، قولي لي بتعملي إيه بقى في الملوخية؟ مفيش، الملوخية يا جماعة بتغسلوها وبتحطيها تنشف. شوف تغسلوها بتتكلم على تيشيرت. لا بصي حضرتك تيشيرت ماسكه تيشيرت في حضرتك الانسات او السيدات اللي موجودين في البيوت قاعدين مستنيين وصفه الملوخيه مع ابلاميه عز الدين. وبعدين بنحطها تنشف وبنجيب الكزبره نقطعها حتت صغيره صغيره صغيره، وبعدين توم و بحاله ولا قطعه حتت صغيره. لا مش قطعه حتت صغيره بس مش هنقعد بقى بقيه الليله بنعمل التوم والطشه بتاعت فتبقى مجهزين الشوربه. جهزت لوحدها الشوربه كده. هو انا هشرح الشوربه بتتعمل ازاي طبعًا. يا احمد طبعا خلاص الشوربه بتتعمل ازاي. بتحط الفرخه في الميه تبقى شوربه يا لينا. بتتكلم في ايه؟ خلاص نشفت الملوخيه وحضرت الكزبره والتوم وبعدين بنعمل بقى نيجي نعمل التقليه. التقليه نحط نقطتين ممكن معلقه سمنه او زيت زي ما بيعملوه بس انا بحب السمنه البلدي. ونحط فيها الثوم والكزبره وشويه كده نقلبهم وبعدين نقوم حاطينهم على الملوخيه اللي اتحطت. لا لا اللي اتخرطت اللي اتحطت نشفت. لا 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 وبتحط الملوخيه بورقها بالثوم. ده انت بتطبخي حلوه فظيعه فظيعه فظيعه. ايوه فظيعه والله العظيم يا ست بتشرب طلع ورق عنب في الاخر. انتوا تيجوا تاكلوا ما تتكلموش كتير وبعدين ابقوا قرروا. طيب احنا دلوقتي عندنا فقره لذيذه قوي انا بحبها شخصيا يعني نتمنى ان هي تعجبكم برضو. عندنا جروب لذيذ من اصدقائنا النهارده بس نعرف من هشام النهارده هشام الرقصه ايه؟ رويده دي كازينو دي رقصه صلصه جماعيه. صلصه جماعيه اوكي. انت مبدعه الفتره اللي فاتت انت وهشام النهارده هنشوف حاجه ان شاء الله. طب نتعرف بيك. طارق بتشتغل ايه يا طارق او بتعمل ايه؟ ادفرتايزنج في الاعلانات وفي فاليري بشتغل في الماركتينج. في الماركتينج. طب انتوا بتحبوا الصلصه والملوخيه طبعا. نتفرج على الاغنيه اتفضلوا. عبد الرحيم. Esta es la historia de Abdelrahim el sabio que arregla corazones rotos. ¿Cómo? ¡Ahí nada más! Tremendo salsero. Abdelrahim el Binawi, Abdelrahim el الرحيم عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الرحيم. انظر وشوف الحال قلبي المتيم وقت رحال. انظر وشوف الحال قلبي المتيم وقت رحال. عبد الرحيم عبد الرحيم
الرحيم الجيلاوي عبد الرحيم تاني. فرصة سعيدة بأحمد رزق وصانعة الملوخية العبقرية مي عز الدين، ونخش في سؤال لأحمد عن المسرح. أنا سألت مي عن المسرح وعرفنا هي بتعمل حاجة لذيذة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا عرفت إن أنت مثلت مسرح وأنت عندك 6 سنين. مظبوط. 6 سنين؟ آه والله. إيه عملت إيه؟ أنا والدي كان مخرج مسرحي في اسكندرية على مستوى الهواية يعني. كان بيعمل مسرحية كان فيها احمد ادم وكان فيها مصطفى رزق، وكان مجموعه كلهم من اسكندريه ودلوقتي بقوا نجوم يعني. هي اسكندريه عموما ولاده. بسم الله ولاده في الفن يعني، احسن موسيقيين غربي طلعوا من اسكندريه، فنانين ممثلين من اسكندريه يعني. اسكندريه ماريه فعلا، جميله، وجالنا منها احمد رزق واحمد ادم ومي عز الدين طبعا. معرفش مين تاني من الفنانين من اسكندريه. في كتير بقى. كتير جدا. طبعا استاذ يوسف شاهين طبعا مثلا، سيد درويش. سيد درويش بس صحيح. عشان نلخص نخلص بقى الليله دي نخلص. فالوالد كان مخرج مسرحي على مستوى الهواة. فكان في المسرحيه دور كده لطفل صغير، فكنت انا بحب اروح البروفات معاه، فوانا قاعد فقالوا له حماده، فقالوا له حماده، ما هي حماده، قال لك سيب حماده يلعب. من ساعتها بقى فعملت المسرحيه دي، كان شغلي كله انا والاستاذ احمد ادم. فلقيت نفسي على المسرح مش عارف انا بقول ايه، بس في ناس بتضحك وما فهمتش يعني ايه. في يعني انا ساعتها طبعا مش فاهم حاجه، بس عجبتني بقى الحكايه. فبقيت مهتم ودخلت فريق المدرسه بتاع المسرح، وبعد كده بقى قلت خلاص بعد ثانويه عامه هدخل المعهد على طول، وكملت بقى في الحكايه. وعملت مسرح دوله. عملت مسرح دوله. ايه؟ عملت مسرحيه اسمها مساء الخير يا مصر، كانت مع محمد منير وسوسن بدر والله يرحمه، محمد عوض، كانت اخراج ناصر عبد المنعم. ايوه. نجحت الحمد لله نجاح كبير في مسرحيه حاجه غيرها الحكومه. عملت في الحكومه مسرحيتين كمان، اللهم اجعله خير مع علي الحجار ورانيا فريد شوقي، ورصاصه في القلب مع علي الحجار وانغام. وفي القطاع الخاص؟ القطاع الخاص عملت مع الاستاذ جلال الشرقاوي، اول حاجه عملها، هو صاحب فضل كبير عليا برضو، كانت مسرحيه قصه الحي الغربي. كان فيها مين بقى؟ اصلها اتعملت زمان قبل كده انت عارف. اتعملت طبعا زمان. لا، في اللي انا عملتها كان فيها هشام عبد الحميد، وكان فيها وائل نور، وكان فيها الله يرحمه محمد الشرقاوي، محمد سعد، كان فيها محمد سعد، وكان فيها احمد سلامه، وكان فيها رانيا فريد شوقي وعبير الشرقاوي. انا عايز اسالك عن الاستاذ جلال الشرقاوي، لان انا من وجهه نظري انا شايف ان الاستاذ جلال الشرقاوي مخرج متميز طبعا جدا، وانا درست في المعهد فتره طويله من ايام ما كان هو عميد المعهد، وكنت باخد دروس تمثيل عنده في مكتب العميد. السكشن بتاعنا كان فنان شامل، كنا 3 في السكشن اللي هم بيغنوا ويرقصوا ويمثلوا كل حاجه، وليه تاريخ طبعا كبير في طبعًا المسرح طبعا. وانا شايف ان الاستاذ جلال الشرقاوي لغايه النهارده يعني من اخر حاجه يعني يمكن مدرسه المشاغبين وكم مسرحيه بعدها كده لسه ما اتعملتش الفجوره الجامده. الدنيا متلخبطه اصل يا شريف. الدنيا عموما متلخبطه، لان
انت مش عارف ايه. انا كنت عايز اسالك السبب انه الاستاذ جلال دلوقتي يعني ليه مش شايفين حاجه من الحاجات وانت اشتغلت معاه مع صلاح عبد الله وهند صبري اخيرا اخر حاجه عملتها كانت امسك حكومه. امسك حكومه هو زي ما انا قلت لك النجاح والفشل ده حاجه تانية خالص ملهاش علاقه اساسا بالقيمه الفنيه اللي بتتقدم في العمل نفسه. فمحدش مدرك والا تبقى دي شغلته يعني محدش عارف ايه اللي ينجح دلوقتي او الناس عايزه ايه دلوقتي فيعمله يعني عايز تقول ان دلوقتي السوق ملوش مقاييس في لا طبعا خالص لا طبعا على كل المستويات احنا في مرحله متلخبطه سياسيا واقتصاديا مش عايز اتكلم كلام كبير بس الفن انعكاس كامل للي حاصل في اي حاجه. مي واحمد برضو بس هسالك انت دلوقتي بالنسبه لتجربه الاعلانات انت كان ليكي تجربه في الاعلانات؟ ايه كان اعلان عن منتج اعلان عن انترنت انترنت عملتيه حبا في الاعلان ولا علشان فلوس؟ انا عملت قبل كده اعلان عشان فلوس بس لا انا ما عملتوش عشان فلوس لا عشان تجربه كنت عايزه اجربها يعني انا عايزه اجرب كل حاجه ده شيء طبيعي يعني لسه ماليش 100 سنه يعني ومش هيبقى لك 100 سنه يعني يعني انا حتى الحاجات اللي بتكلموا فيها اغنيه المليونيرات وكده كنت لسه صغنونه كده ما شاء الله ما اعرفش يعني هتخليني اسالك اقول لك عندك كام سنه ليه لا وهتقولي اللي بجد انا مش عايز اعرف طب وتجربه الاعلانات دي يعني نعم عايزين ايه لا لا انت كمان اللي بتقولي يعني انت واحده يعني المفروض الستات ما يحبوش يقولوا سنهم يعني لا لا طبعا ما يصغنونا يعني بتلعب في ال 35 ل 40 يعني مش هتعدي الحكايه دي مش كده وبعدين باين الكبر عليها لما قصت شعرها يعني انت بتحاولي تجربي دلوقتي كل قنوات الفن سواء اعلان او مسرح او سينما ما جربتيش الاذاعه لا لسه طب تجربه الاعلان اللي انت عملتيها دي حسيتي ان انت استفدت منها حاجه على الاقل عرفت يعني ايه اعلان بيتعمل ازاي مواصفاته ايه يعني اكيد اتعلمت مفيش حاجه بتعملها وما تتعلمش منها ده يعني ده شيء طبيعي نمره اتنين ان انا ما خسرتش لسبب واحد ان اولا هو ما تعرضش كتير نمره اتنين انا كنت بعلن عن حاجه راقيه انا مش ما كنتش شايفاها حاجه دي من المميزات اللي عجبتني فيها يعني مش شايفه ان انا بعلن اتصال تليفوني بالانترنت يعني وكده مش عارفه مش شايفاها حاجه كده واظهرتني بشكل راقي برضو يعني ما طلعتش بعمل اي حاجه مبتذله يعني او غريبه او لا بالعكس انا طلعت انا اساسا زي ما انا واتعمل بصوره حلوه الحمد لله انا استفدت منه ان في تعليقات كتير جات لي ان الشكل كان حلو الكادرات كانت حلوه مش كده يعني فما خلاص احمد رزق عمل اعلان برضو او اعلانين لا هو منتج واحد يعني منتج واحد لا كان في بتالي اعلان عن اتصال تليفون وحاجات كده مفيش كان انت محمد أيوة. سعد انا واحمد عيد انت واحمد عيد بس ده ما تزعش خالص انت واحمد عيد عملتوا حاجه عن كان شركه اتصالات تليفونيه وعملت منتج بعد كده انا يعني ايه اللي لفت نظري انك انت برضو ما قدرتش تسيب نفسك كممثل جوه الاعلان وعملت كاركتر يعني خمس كاركترات فيهم حاجات ما اتذاعتش لسه آه. دي تاني حاجه لفتت نظري لان انا اعمل اعلان ان الاعلان يعني في تمثيل هشتغل ممثل يعني فاول اعلان اول سبوت كان انا كاحمد رزق بقول ان في منتج هنعمل عنه ما بقولش ايه هو الاول وبعد كده ببتدي اشخص كذا كاركتر للمنتج نفسه بقى مره نوبي لسه ما اتذاعش مره بورسعيدي مره مدرس يعني كان في فكره ان انا همثل هعمل شخصيات فهي دي تاني حاجه لفتت نظري في الاعلان ما خفتش وبرده ما خفتوش انه الاعلان ده انا وجهه نظري يعني بخاف برده يعني لما عملت انا اعلان عن منتج مشروب زمان عملته وكان اللي خلاني اعمله اولا كنت شايف انه كان في احتياج مادي ده شانكر يعني دي اول حاجه قلت لك دي تاني حاجه عجبتني الشخصيات انما اول حاجه برده كان احتياج مادي بس كنت خايف يكون اعلان هيفضل طول السنه مثلا
فكان الاعلان اللي جالي لمده شهر كان في رمضان وكانت اعلان عن مسابقه وخلص. انت ما خفتش انه هتظهر على الشاشه فتره ممكن يبقى قبل المسلسل وبعد المسلسل وقبل الماتش وفي وسط الاجوال وبتاع؟ انا ما يعني مقل في التلفزيون اصلا. يعني عملت مسلسلين او ثلاثه واتذاعوا في رمضان بس وما بعملش مسلسلات كتير. فوجودي في التلفزيون انا شايفه حاجه مطلوبه. يعني اولا الاعلان فادني جماهيريا. الناس بقت بتقول اسم المنتج نادين يقول الاعلان لذيذ ودمه خفيف فعمل لي جو انا ما زعلتش منه يعني، بل بالعكس ساعدني ان كان في ناس ما تعرفنيش اللي هم ما بيروحوش السينما وبيتفرجوا على التلفزيون بالصدفه. يعني بتشوف اللي هو اللي بيتفرج على كوره ممكن يشوف الاعلان في النص فيعرف ان في حد على الاقل لذيذ دمه خفيف. لا ما هو الاعلان ساعات بيفيد جدا يعني بالزبط. وساعات بيضر. انا استفدت يعني احمد السقا عمل اعلان برضو مره قبل كده واستفاد جدا طبعا. من الاعلان عمل له شعبيه جميله وكده، وانا اعتقد احمد يعني اتعمل لك شعبيه لذيذه. ومي برضو لما كان شعرها طويل يا عيني عملت الاعلان ده، بس الحمد لله يعني عدت على خير الحمد لله. طب لو يا مي مثلا جالك فيلم، لا فيلمين، واحد مع عامر منيب وواحد مع محمد فؤاد، هتختار اني واحد؟ هختار الفيلم. اولا الاثنين صحابي جدا وبيردوا لي الخير في كل حاجه، فهختار الفيلم اللي دوري فيه هيبقى مختلف وهيعمل لي نقله وهيضيف لي. وايا كان اللي انا اعتذرت عن فيلمه فيهم هيبقى فرحان لي جدا وهيبقى مأيدني في اختياري. ولو اقدر اعمل الاثنين هعملهم. انا لسه كنت عامله فيلمين مع بعض في نفس الوقت قريب يعني. طب وانت شايفه انك انت تعملي دوري عجبني في الاثنين، شايفه انك تعملي فيلمين في نفس الوقت دي حاجه بتبقى معقوله كويسه ولا؟ والله شوف، هي بتبقى حاجه كويسه لو الدورين عاجبينك وانت مش قادر تسيبهم. هي كانت متعبه وكانت لا انا بتكلم على التركيز كفنانه، انك بتعملي كاركتر هنا وتعملي كاركتر هنا. لما يبقوا مختلفين تماما، وهو ده اللي انا عملته، ان انا ما رحتش نقيت حاجتين يدخلوا على بعض عندي. يعني تو كاركترز مختلفين تماما، واحده كاركتر 100% ودمها خفيف وبتعمل مواقف كده، والتانية السكة الرومانتك الهادية. حتى التانية اللي هي كانت في فيلم ايه؟ كيمو أنتيمو. الفيلم ده نجح؟ بنسبة معقولة، مش زي ما كنت متوقعة. ليه مش زي ما انت متوقعة؟ علشان نوعية قصة الفيلم كيمو أنتيمو هي نوعية اللي هي سكة كتابة أحمد البي اللي في بعض الناس بتعترض عليها وبتقول ان هي حاجه مكرره من افلام عبد الحليم والحاجات دي، ولكن انا بشوف فيها ميزه ان هي السكه دي والتيمات دي من كتر ما الناس مفتقداها فهم بيفرحوا لما يتفرجوا عليها لغايه النهارده كجمهور بيفرحوا بيها، وده اللي خلاهم فرحوا في رحله حب وطلعوا من جوه مبسوطين قوي ويقولوا لنا ايه في العرض الخاص او في العروض اللي كنا بننزل نحضرها فكرتونا بايام زمان. طب ده تعليق احطه وسمع صدري مش هتضايق منه. فانا كنت شايفه ان الفيلم فيه التيمه دي، فيه روح افلام زمان وفيه الرومانسيه اللذيذه وفيه الغنى الحلو وفيه نجم حلو وفيه كاست لذيذ. ما اعرفش يعني انا ما اقدرش احدد فين الغلط، لان انا مش واحده خبره وتاريخ وهقعد احكم على مخرج وعلى لا مش تحكمي على مخرج ولا حاجه، بس ما اعرفش الغلطه فين. الغلط في حاجه وحيده ممكن اكون حاساها دي لمستها ما فيهاش كلام، ان توقيته كمان مش حلو. يعني توقيته غريب جدا، يعني بنفتح موسم جديد احنا مع نفسنا كده نازلين فجاه في توقيت غريب. بس مفيش مانع تفتحي موسم جديد مع نفسك زي ما احمد قال، احنا عايزين نفتح موسم جديد بقاش الحكايه صيف بس. بس ده يتفتح ازاي؟ بفيلم جيد متماسك قوي اقدر ابقى برضو بيبقى عندي مؤشرات اقدر احكم بيها اقول الفيلم ده هيبقى حلو ممكن انزل بيه في الشتاء وما يهمنيش بالظبط. واخد بالك؟ احمد رزق، انت لو جالك فيلمين وحلوين تلعب الكاركترين في نفس الوقت؟ لا احاول اخليهم فوق يعني ورا بعض. مش يعني طب ايه اللي يمنع انك انت تعمل؟ اللي يمنع ان الحمد لله انا دلوقتي لما بعمل فيلم بعمل شخصية أساسية في الفيلم. فحتى لو في مشهد أو مشاهد أنا مش فيها ببقى حابب إن أنا أبقى موجود في التصوير، ببقى حابب إن أنا أشوف التتابع اللي أنا مش فيه
شكله عامل ازاي، الدراما ماشيه بشكل عامل ازاي، فببقى حتى وانا ما عنديش تصوير موجود في الـ في الـ في اللوكيشن، فمش هقدر اعمل كده في عملين يعني، اكيد هبقى عايز اخلص بسرعه عشان اجري الحق اللي هناك، فما بقاش عارف ايه اللي اتعمل وانا مش موجود، مش 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 اللي هو وما بتدخلش في الشغل، بس بحب ابقى عارف ايه اللي حصل، المشاهد اللي انا مش فيها شكلها عامل ازاي، فمش هعرف اعمل ده في عملين في نفس الوقت. فلو قدرت ان انا انسق مواعيد ان اخلص فيلم وابدا التاني مع تحضير جيد للاثنين هعمل كده، لكن في وقت واحد مش هعرف اعمل فيلمين في ده نفس اللي انا كنت عايز اقوله لك يا مي، بما اننا احنا الاثنين يعني لينا خبره اكتر منك، اوعي تعملي الحكايه دي تاني انك تعملي فيلمين في وقت واحد. ده شيء مرهق، وانا فاكرك في الفتره دي كنت ما بتناميش لانك الصبح بدري وبترجع على مش عارف على ايه، وترجع على اللوكيشن فين، وتروحي الهرم واخر الدنيا، ده يعني بياخد من جهدك، فلازم انت تركزي فيلم واحد، وان شاء الله هيبقى في النجاح هيحالفك باذن الله قريب يا رب. ان شاء الله. ونتمنى كمان ان انت تعملي اعمال اقوى واقوى واقوى. في عندي سؤال بقى اساله لكم، لو اتعرض عليك يا احمد تبقى ضيف في فيديو كليب مع مغني، لا مع مغنية، توافق؟ من انهي فيديو كليب؟ انهي هما انواع؟ كتير. اللي هما انت اللي كنت مسافر ولا ايه؟ لا لا ده في كتير يعني، توافق؟ من اللي انت بتتكلم عليهم؟ لا اللي بتكلم عليهم لا. اه طبعا. مي، لو انت معروض عليكي فيديو كليب تبقي ضيفة شرف فيه وكده، توافقي؟ لو مؤمنة بالمغني وحاسة ان هو حد ستار وناجح، اعملها طبعا، اعملها عشانه. انما مش نوعية الفيديو كليب الناجحة جدا اليومين دول. اكيد لا، يعني ملوش اي علاقة بيا. طيب عموما الوقت خلص، وكانت فرصة سعيدة جدا، وكان نفسنا نقعد مع بعضينا اكتر من كده. وهو في سؤال اخير هسأله المي عز الدين. ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. طيب انا هنقفل الحلقه بتاعتنا كالعاده باغنيه مع الفريق، فريق الاحلام بتاعنا اللي بنتقابل بيه معاه كل اسبوع، وان شاء الله تكون فرصه سعيده باذن الله. I'm not afraid to die.
وفرصة سعيدة.